هتف جميع أبناء محافظة تعز في جمعة تنادي بعدم الالتفاف على المعاهدات في فك الحصار عن تعز بصوت واحد: فك الحصار عن تعز وفك الطرقات الرئيسية التي ترفع معاناة عن تعز وساكنيها الذين يعانون الفقد لأهاليهم في نفس مدينتهم المقسومة بفعل ميليشيا الحوثي المصرة على عدم فك الحصار عن المدينة بطرقها الرئيسية والتي لا تستغرق الدقائق المعدودة، وتعلن بفك طرق عسكرية وأيضا تكلف المواطن الوقت لساعات طوال ولا تخفف شيئا عن معاناة المواطنين. نحن اليوم في تحشيد لأبناء تعز وتحشيد لكلمتنا وصفنا من أجل رفع الحصار عن مدينتنا التي بالرغم من كل المشاورات الدولية ومن كل الفرص إلا أننا رأينا الأكاذيب، استمرار الحصار، استمرار التجويع من أجل التركيع. لكن أبناء تعز اليوم عليهم أن يحسموا أمرهم وينجزوا أمرهم ويرفعوا الحصار عن مدينتهم ويفتحوا طرقهم بأنفسهم، ولا معنى لكل المواعيد الدولية والأكاذيب التي أو الافتراءات التي تطلقها الميليشيات. لن تفتح طريق إلا بجهد أبناء تعز، وعليهم أن ينفذوا ذلك بأيديهم. والله مطلبنا مطلب شعبي، أولا فك الحصار. تعز تعاني منذ فترة، منذ 8 سنوات من الحصار تعمديا، سواء كان من المجتمع الدولي أو الإقليمي أو بشكل خاص، حتى أيضا بعض أطراف النزاع المتنازعة كانت سبب الحصار، ونحن نطالب بفك الحصار فورا عاجل غير آجل. تعز تستمر بالمطالبة الشعبية في فك الحصار عن تعز، وتطالب الأمم المتحدة وكل من له صلة بالعالم الإنساني أو بالمجتمع الإنساني بأن ينظروا لتعز نظرة إنسانية حقيقية لفك الحصار عنها. نعايم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.